بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية. دلوقتي وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا في فقره سهم وكوس. خلونا نرحب بضيفنا العزيزه المحلل الرياضي الاستاذ محمد سعيد. يا استاذ محمد صباح الفل عليك. صباح الفل يا خالد، واهلا وسهلا بكل مشاهدين قناه نادي الزمالك. منورنا طبعا يا استاذ محمد. وفي البدايه خليني بقى اتكلم معاك على الحدث الابرز، وهو نهائي كاس الامم النهارده اللي هيكون ما بين كوديفوار ومنتخب نيجيريا. طبعا نهائي ان شاء الله قوي، هنتفرج على مباراه قويه رغم انها كانت غير متوقعه تماما ان وصول الفريقين للنهائي. يمكن نيجيريا كانت من ضمن الفرق المرشحه، لكن بالبدايه عكس ما تخيلنا خالص جنوب افريقيا، بدايه كان فيها اخفاق كبير، يعني ما كسبوش اي ماتش في مجموعه غينيا بيساو، اتغلبوا الماتشين، تاهلوا بمعجزه في اخر يوم من دور المجموعات، كانوا قاعدين مستنيين مش عارفين بالظبط قاعدين مش عارفين هيتاهلوا لحد امتى. لكن رغم كده مدرب مشي، جاسكي مشي، وجه المدرب الوطني وكمل وقدر يوصل الفريق للنهائي. نيجيريا على العكس بقى ماشيه مستقره، كانوا بادئين مع بعض في نفس المجموعه، كسبت كوتيفوار في ملعبها، قدرت تكمل، خرجت الكاميرون، خرجت مالي، فمكمله وماشيه بشكل كويس جدا، خرجت برضه انجولا كمان، يمكن انجولا كان عامله شكل كبير في البطوله السنه دي. فلا نهائي قوي ونهائي غير متوقع نتيجته بالمره، خصوصا زي ما بحكي لك كده بالمسيره دي ما حدش فاهم ايه اللي هيحصل في النهائي. لكن المباراه النهارده بالنسبه لك خارج التوقعات؟ طبعا، يعني تقول نيجيريا اكثر ثباتا، مستوى كويس، طب ما كوتيفوار عملت مغامره وكملت وتقدر تكسب وعندها دوافع كتير طبعا على عرضها وسط جمهورها وفي دفعه كبيره للعيب. بمناسبه الجمهور، شايف النهارده ممكن الجمهور يلعب دور كبير مع كوتيفوار في الماتش؟ اكيد الجمهور دايما، زي ما انت لسه كنت بتتكلم قبل الفاصل على اللي بيعمله جمهور الزمالك مع فريق الطايره وكده. طبعا الجمهور النهارده الزمالك مع كل ده حاله استثنائيه، ده مع كل الفرق يعني جمهور فعلا يفتخر بيه النادي، ان فعلا في العقليات بتاعت المشجعين دي مكمله في ماتش طايره، بتتفرج بتلاقي يعني اكتر من 500-600 مشجع موجودين. فطبعا النهارده ملعب حسن وطاره اللي هيستضيف النهائي هيبقى متقفل على اخره. ما على فكره مش هيبقى بس جمهور من كوتيفوار، هيبقى في كمان جمهور من نيجيريا كبير، لان هم قريبين من بعض جغرافيا مش بعاد عن بعض، هيبقى في جمهور كبير من نيجيريا. لكن طبعا كوتيفوار هتقدر تستغل الدفعه الجمهور هيديها لها في مباراه اليوم، ده هنشوفه. لكن طبعا في الناحيه الثانيه نيجيريا مش منتخب سهل، وقدر ان هو يكسب كوتيفوار في نفس الملعب من 24 يوم بس بالزبط. فما عندهمش مشكله برضه، فهيبقى ماتش كوره. الجمهور ليه دور كبير، لكن الكوره هي اللي هتحسم. وكمان كمان هنا في نجوم كبيره وهنا في نجوم كبيره، لو تتكلم عن كوتيفوار فرانكيسي، بيبي، عندك الناحيه الثانيه فيكتور اوزيمين. وفيكتور اوزيمين شايف النهارده ممكن يبقى ليه دور كبير، خاصه ان هو يعني بصراحه لحد دلوقتي مقدم، هو اللي شايل نيجيريا في البطوله، يعني بطوله مميزه، احسن لعيب في القاره كلها واغلى لعيب في البطوله. حتى خد بالك لو ما احرزش اهداف كتير، بس هو صنع اربع اهداف وسجل جول بالظبط، فهو وبياخد ضربات جزاء، يعني هو جايب لفريقه لا ومجهوده واضح وعنده اصرار، فهو اصلا مسيره مقوم الخطه كلها عليه، مش بس في الناحيه الهجوميه، لا كمان في الضغط على المدافعين. يعني في ماتش جنوب افريقيا انا اتفرجت عليه، غير تماما طريقه لعبه بناء على اوسيمين بس، خلاه بيسحب في فريق جنوب افريقيا لنص ملعب نيجيريا ويبدا هجمات مرتده من خلاله. فهو يعني العنصر الاهم، وهو هيبقى نجم اللقاء النهارده اللي هتبقى الحدث كله من ناحيته، وهو اعتقد هو اللي هيبقى متحكم في النتيجه لو نيجيريا كسبت. طب انت بالنسبه لك او من وجهه نظرك، مين المنتخبات او المنتخبين اللي الحظ ما خدمهمش ان هم يوصلوا نهائي؟ يعني مش عايز اقول مصر، احنا زعلانين طبعا، احنا قصرنا طبعا، لا احنا ده الحظ خدمنا، لا احنا صعدنا، احنا قصرنا طبعا. لكن يعني شوف ان جنوب افريقيا كانت عامله مسيره قويه في البطوله وكانت ممكن توصل، برضو ممكن انا شايف غينيا الاستوائيه، غينيا الاستوائيه كانت ممكن تكمل هي وتبقى في البطوله. لكن مالي طبعا، مالي يعني مالي اللي حصل معاه سيناريو غير متوقع تماما، انت كسبان والفريق اللي قدامك ناقص واحد، يجي فيه الجون التعادل في الوقت اللي بدل ضايع، الشوط الثاني والثاني في الاضافه 120، فيعني حظ طبعا. يعني كنت اتوقع ان غينيا الاستوائيه ومالي فعلا ممكن يكملوا في البطوله، لكن هو ده اللي حصل قدامنا. البطوله كلها مفاجآت، فما كانش غريب علينا يعني ان احنا نشوف النهائي ده. طب عايز برضو اسالك، مين الفريق اللي انت كنت متوقع ان هو يوصل نهائي لكن ما توقعتش برضه ان هو يخرج؟ يعني هو افريقيا كلها متوقعه المغرب هتوصل، هي والسنغال برضه ومصر برضه، مصر يعني كان اتوقع المستوى، يعني اكتر ثلاث فرق على الورق كانوا الاقوى والاكثر جاهزيه، رابع العالم ووصيف بطوله افريقيا وبطل افريقيا، الثلاثه خرجوا من دور ال 16. وعايز اقول لك ان الجزائر كمان، الجزائر يعني يمكن الجزائر برضه، بس يعني برضه ما حدش كان متوقع ان هو يخرج تاني من دور المجموعات، دور مجموعات والمغرب رابع عالم تخرج من دور 16 ومصر والبطل يخرجوا من دور 16، كانت مفاجاه كبيره يعني. بالظبط. طب عايز اسالك اسئله سريعه كده خاصه بالبطوله، مين اكتر فريق عجبك في البطوله؟ يعني كوره، احسن كوره شفتها بصراحه غينيا الاستوائيه، منتخب كان
احنا نفسنا واحنا بنتفرج على ماتشنا معاهم كنا منبهرين بيهم، بيلعبوا ناقصين 7 لعيبه اساسيين كانوا مريحين بالظبط، ونفس الفكر بتاع اللعيبه الاحتياطيه هي الاساسيه، نفس طريقه اللعب. في ناس تقول لك برضه كاب فيردي يعني احنا اتفرجنا على البطوله كلها، انا مش متوقع ان انا الاقي اداء فردي للعيبه كانت مفاجاه بالنسبه لنا. ده في افريقيا شيء مش معروف، يعني المهارات دي مش موجوده قوي عندنا، واللعيبه كمان اغلبيتها مش حتى مش موجوده في الانديه اللي هي العالميه اللي احنا بنتفرج عليها في الدوريات الاوروبيه صحيح مثلا. يعني صحيح، يعني انت بتتكلم دلوقتي مثلا منتخب زي جنوب افريقيا، الناس كلها متوقعه بقى جنوب افريقيا اقصى انجاز عملته مثلا من 10 سنين لما خرجت مصر من دور ال 16 هنا في مصر، فجاه من اللي هي بتكمل وبتكسب بضربات الجزاء اي حد، ويمكن حتى اللي كانت مفاجاه ان نيجيريا خرجتهم بضربات الجزاء، نيجيريا كانوا هيياسوا لما وصلوا ماتش ضربات الجزاء خلاص من الرعب من الحارس ويليامز بالزبط. لكن واضح ان هم كانوا مذاكرينه كويس وقدروا ان هم وبعدين هو خمس ضربات هو عمل يعني. مباراه مش كل مباراه يصد يعني امبارح برضه يعني هو لا هو حارس كويس جدا بالظبط، هو ساعد صن داونز انه يكسب الاهلي في نهايه الدوري الافريقي، وعلى فكره بيصد هو متالق هي الحته بتاعته دي، بيصد هجماته وبيصد انفرادات في المباريات كلها، هو حاليا هو احسن حارس في افريقيا يعني خد بالك، هو في مباريات هو اللي وصل جنوب افريقيا انها تلعب ضربات جزاء، هو احسن حارس في افريقيا، يمكن معاه برده شويه يحيى فوفانا بتاع كوت ديفوار برده حارس كويس تالق برده بشكل كبير جدا، ولو النهايه النهارده في ضربات جزاء هيبقى ليه دور كبير في الماتش. طب من وجهه نظرك برده مين احسن لاعب في البطوله؟ اوسيمين طبعا، موسمين ولوكمان برضو في نيجيريا ماشي معاه برضو قوي، عاملين ثنائيه قويه جدا، بس هو اوسيمين رقم واحد. ممكن برضو نقول نيكولاس بيبي ماشي في كوتيفوار كويس، عامل اداء كويس، كيسيه قائد مع الفريق وماشي كويس، لكن هو احسن لعيب بفارق كبير طبعا اوسيمين، يعني تاثير وارقام يعني. بالنسبه لك احسن حارس ويليامز طبعا بدون تفكير، يعني التاثير. طب بعديه بقى مين؟ والله احنا يعني كان فوفانا يعني هو فوفانا كان نفسنا نشوف ياسين بونو او محمد الشناوي او ياسين بونو، ما يعني مش كانت مفاجاه بصراحه يعني. لا وبعدين في الماتش لو انت اكيد تابعت ماتش جنب النصر افريقيا، لا ماتش النصر متالق لا ده صد من كريستيانو حاجات ما تصدش، هم جنوب افريقيا خطفتهم يعني موكوينا ده لعيب خرافي بصراحه، الكورتين بصراحه برضو صعب يدخلوا في اي حارس يعني، الفاول اللي شاطه ده يعني الفاول ده ممكن يدخل بس مش في حارس زي ده، مش في ياسين بونو. ياسين بونو من احسن 3 حراس في العالم بالظبط، ده اللي بتكلم فيه. فبس كانت يعني هو تحس ان الكوره كانت ماشيه او تحس ان هم كانوا خارج الفورمه في الماتش ده، وكل كوره تروح لجنوب افريقيا هي خطيره وتيجي جون، والمغرب تضيع ضربه جزاء وتضيع جوان، فهو كان الماتش ده مرسوم كده بالزبط. ودي السيناريوهات على فكره اللي بتخرج بيها المغرب على طول صحيح، من 76 لحد النهارده بيخرجوا بسيناريوهات غريبه صحيح، يعني يخرجوا من بنين تيجي مصر في عز مصر ما هي بتتغلب من المغرب وداخلين ضامنين الماتش، يخشوا قهربا يجيب فيهم جول في الدقيقه حاجه و80 صحيح، نيجي احنا نكسبهم في الوقت الاضافي بتريزيجيه، فهم سيناريوهاتهم قاتله في بطوله افريقيا صحيح. طب بالنسبه لك احسن مدرب؟ احسن مدرب يعني بيسيرو ماشي كويس، مع هو الاكثر ثباتا في البطوله، يعني المدرب الوحيد ما اتغلبش ولا ماتش في البطوله. بس برضو عايز اقول لك يا استاذ محمد اللي فيه مدربين عملوا نتائج ووصلوا لمراحل اصلا هم معاهم الامكانيات بالظبط بالظبط، هو معاه امكانيات كويسه يعني وعارف يستغلها. عندك المدير الفني المنتخب كابيردي دي صبر مع كونو صبر مدرب كويس جدا بالظبط، بس انا هقول لك حقيقة، انت تتفرج على نتائج منتخب نيجيريا، منتخب نيجيريا ما فيش ماتش كسبه باكتر من 1-0 غير ماتش الكاميرون، كسبوا 2-0 وكان برضو الجون الثاني ده جاي كده يعني. تحس منتخب نيجيريا عامل نفس البدايه او عامل نفس حتى عدد الاهداف اللي بيسجله واللي بيدخل فيه زي منتخب مصر كده في النسخه اللي فاتت صح كده بالظبط، يعني فعلا تشبيه بليغ جدا بالزبط. احنا ماشيين بنفس هم ماشيين بنفس السيناريو، وانا شايف ان ده الصح في بطوله افريقيا بالظبط، دي من الحاجات الايجابيه. الماتش محتاج ايه؟ انا بلعب على قد الماتش وبكسب. انا قدام جنوب افريقيا اتفاجئت بشكل نيجيريا المنتخب اللي ماسك الكوره بيستحوذ طول البطوله، جه فجاه قدام نيجيريا وهم عارفين اتعلموا من درس ماتش المغرب، قال لك لا دول لو مسكوا الكوره علينا، لو سيبنا لهم، لو احنا مسكنا الكوره وسيبناهم يلعبوا هجمات مرتده هم صراع وعندهم بيرسيتاو وعندهم مكوينا يقدروا يسجلوا فينا ويخطفونا لو دفاعاتنا مفتوحه. صحيح. لا بقوا يرجعوا يدافعوا من نص ملعبهم ويبداوا الهجمه لما جنوب افريقيا تفقد الكوره ويبقى دفاعاتهم فاضيه. صحيح. فده مدرب لا بيسيروا مدرب بيشوف بيقرا كويس الماتشات، وعلى فكره هو هنا في الاهلي كان ماشي كويس يعني، هو بس ما كملش للظروف اللي ماشي بيها. هو برضه عايز اقول لك كويس، عايز اقول لك المدرب انت ممكن تنجح في مكان صحيح وما تنجحش في مكان صحيح. او يعني احنا مانويل جوزيه مش اكتر من جوزيه، انجح مدرب مع الاهلي في تاريخ الاهلي، تاني سنه راح منتخب انجولا في ملعبهم ما عرفش يعمل حاجه بالظبط، وهو ما نجحش في اي تجربه بره الاهلي اصلا بالظبط يعني. طيب لو هكلمك عن اجمل ماتش شفته او الماتش اللي انت استمتعت بيه
ماتش استمتعت بيه والله. انا استمتعت يعني يعني في ناس تقول لك مثلا ماتش السنغال وكوت ديفوار. اه ماتش السنغال وكوت ديفوار كان حلو، ولا والامتع في ماتش السنغال وكوت ديفوار ضربات الجزاء بتاعت الماتش. اللعيبه بتشوط بدقه غريبه لعيبه كوت ديفوار، حتى اللي ضاعت جت في العرض، حتى اللي ضاع بالظبط. فكان في برضه تحس ان لا في تكنيك معين في التصوير بتاع. والله اشوف برضه ماتش مصر وموزمبيق اللي في اول البطوله خالص كان ماتش يعني كان لا بس الماتش ده معلش مش عايزين نفتكره، بس كان ماتش كوره حلو. الفوز من ايدينا بصراحه يعني انت الدقيقه 2 جايب جون ولا واحد، كنت المفروض تخلص 3 على الاقل في الشوط الاول بالفرص اللي ضيعتها. بس كان ماتش فيه نديه، وكانت فكره الفرقه اللي بتفاجئك ديت بتعمل يعني. احنا شايفين الاردن في كاس اسيا كانت عامله ايه، يعني مفاجاه العالم كله، بتخلي الماتشات متعه يعني. نفس الكلام والله برضو ماتش عايز اقول لك برضو في ماتشات من الماتشات اللي كانت برضو ممتعه، الجزائر وموريتانيا. الجزائر وموريتانيا ده ماتش كان قتال بقى يعني. احنا فعلا تحس الماتش زي لقب المنتخبين محاربو الصحراء والمرابطون، تحسه كان معركه مش ماتش يعني. فت لعيبه لغايه اخر دقيقه اخر نقطه عرق بتنزل، لعيبه مموته نفسها في الملعب. هنا وهنا كان ماتش حماس. ولعيبه الجزائر ماسكه في الماتش، والتانيين 1-0 مقاتلين عليهم لحد ما قدروا يعززوا. كان ماتش قوي جدا فعلا، ماتش فيه قوه يعني. بالظبط. وبرده ماتشات نيجيريا على فكره ممتعه يعني. بعيدا ممكن ما تلاقيش فيها مهارات فنيه كتير، بس في التكتيك من المدربين كنت بيعجبني اللي بيشتغلوا بالطريقه اللي بيشتغلوا بيها. اخيرا النهارده عشان اقفل معاك ملف كاس الامم، توقعاتك للمباراه النهارده، هي مباراه خارج التوقعات بس انت بالنسبه لك شايف ممكن كوت ديفوار هي اللي تكسب بعد كل السيناريو وكل اللي حصل في البطوله؟ هي الكره عودتنا على كده، صح كده؟ السيناريوهات اللي بتقول ان كوت ديفوار يعني في مقوله كده بتقول لك لا يوجد اخطر من رجل عدا من الموت. دول منتخب لغايه اخر يوم كانوا بره البطوله، رجعوا لا السيناريو بتاع الكوره اللي احنا متعودين عليه. لكن طبقا نيجيريا برضو بس نيجيريا هي 50-50 يعني. ماتش 50-50 بس انا متوقع ان هي كرة المباراة النهارده ممكن تتلعب على تفاصيل صغيره. ممكن تخلص ضربات جزاء برضو عادي. بالظبط. والاثنين متعودين يعني. بالظبط. مش مشكله. طيب خلينا نروح معاك بقى نادي الزمالك. ونادي الزمالك اكيد انت خلاص متابع خلال الفتره الاخيره. لو الصفقات، لو التعاقد مع مستر جوزيه جوميز، ومستر جوزيه جوميز شايف ان ممكن يعني يبقى ليه بصمه واضحه في الفتره القصيره دي في اول مباراه نادي الزمالك اللي جاي قبل نادي الاسماعيلي، ولا الوقت ممكن يعني ما يسعفش الراجل خلال يعني الوقت اللي احنا فيه؟ بص هو يعني لو نيجي نتكلم عن نادي الزمالك الفتره الحاليه بجد الواحد نفسيا حاسس ان الزمالك مستريح مطمن. اي تسال اي مشجع زملكاوي، مش هقول لك عشان الصفقات بس، كل شيء المجلس الاداره بصراحه بقياده الكابتن في هدوء في النادي بشكل عام الجوده يعني، حتى في ادق التفاصيل مهتمين بيها يعني. حتى شفنا كابتن حسين لبيب مهتم جدا ان هو يحيي ذكرى ال 20 شهيد من مشجعين الزمالك. ده شيء بيرضي الجماهير ويحسسهم ان الاداره متصله معاهم. نفس الكلام اللعيبه بتحس بده، انت ما بتسمعش دلوقتي مشاكل. تشوف انا شفت خبر من يومين على الزمالك انه بيظبط ارضيه الملعب، صيانه الملعب. دي تفصيله فنيه مهمه جدا. انت تهتم بكل حاجه تريح الفريق، بعد كده المدرب ده هيبدا يشتغل. وسلامه اللعيبه انت عارف من اخطر الحاجات لما تكون النجيله صحيح. مش على يعني فاهم انت مش احسن حاجه، دي ممكن تعمل لك مشاكل وتعمل لك اصابات انت لا في غير عنها. صحيح. يمكن حتى حرصهم ان هم يودوا الفريق في ملعب كويس زي ملعب الدفاع الجوي، كل ده بتوفر استقرار للفريق. لا ودايما عايز اقول لك ان مجلس الاداره دايما موجود حتى في التمرينات، سواء كابتن احمد سليمان، ممثلين عنهم دايما احمد خالد حسنين. في اهتمام وفي عارف انت اللي هم بيوصلوا رساله للعيبه اللي احنا دايما في ظهركم واحنا معاكم لحظه بلحظه. واحنا كلنا احنا في الاعلام حاسين بده، الجمهور لامس ده وشايفه وحاسس ان الناس معاهم دايما. فاكيد ده هينعكس طبعا على اللعيبه بالصفقات الجديده يعني. انا شفت اللقطات اللي انت كنتوا بتعرضوها من شويه، اللعيبه في اجواء وديه، اللعيبه مش حاسه انها غريبه يعني. في 2 لعيبه من اللي جايين كانوا لعيبه في النادي الاهلي وما عندهمش اي مشكله، وتحس ان اللعيبه الكبيره احتوتهم في الفريق. في يعني من مميزات الصفقات الجديده كمان في الزمالك ان كلها اعمارها السنيه صغيره، مدرب اللي يقدر يسيطر على اللعيبه يقدر يتكلم كمان طريقه لعبه يعني. انا شفت شفت تحليلات كتير لطريقه لعبه. انا حاسس ان التفصيله بتاعت ان مجلس الاداره تعاقد مع لعيبه كتير في نص الملعب ده مش من فراغ، ده بناء على مفاوضات او كلام مع الراجل ده. الراجل ده اللعيب الرقم 6 بالنسبه له، هو اهم لعيب في الملعب. بالزبط. بيبني خطته عليه، بيرجعه لورا قدام قلبين الدفاع في نفس الوقت بيديله ادوار هجوميه. ففي انت تحس كده انها سلاسل كلها متصله ببعض يعني. لو مشيت التروس دي مع بعض ومشيت بالشكل اللي المجلس عايزه واللي الجمهور عايزه، اعتقد ان الزمالك ان شاء الله السنه دي مش هيفرط في البطولتين على الاقل من 3 أو 4 اللي بينافس عليهم. طب شايف ازاي مستر جوميز بقى يقدر يستفيد من التركيبه الكبيره اللي لو هتتكلم على واحد من اهم نجوم الكره في مصر شيكابالا، واحد من اهم نجوم الكره في مصر عبد الله السعيد، شايف ازاي يقدر يستفيد من الاثنين في الملعب؟
والله بص تاريخ الزمالك هو كده كده عبد الله مكان وشيكا مكان. دي مش حاجه جديده على نادي الزمالك. انت بتتفرج انت لو الجيل مثلا بتاعنا احنا لما بدا يتابع نادي الزمالك الجيل التاريخي بتاع 2002 و2003 ومن قبلهم طبعا، انت في 96 كان عندك جيل فريق اسمه الاحلام كان نجوم تقيله. فانت بتتكلم في ان نجمين كبار زي عبد الله وشيكابالا دورهم مش بس زي ما انت بتقول في الملعب، دورهم في الملعب طبعا مؤثر جدا، دورهم في المباراه نفسها في التدريبات في اوضه اللبس، لا انا شايف ان هم يدوا تقل كبير. وبعدين عجبني جدا تصريحات شيكابالا عن عبد الله السعيد لما اتسال عنه، يعني الراجل حد مسؤول، شيكابالا حد كبير. شيكابالا وعبد الله السعيد جيل واحد، هم كانوا منتخب كاس العالم هولندا بالظبط، هم منتخب 2005 بالظبط فعلا، هم واصدقاء بره الملعب كان معاهم حسام عاشور وكان احمد مجدي معاهم بالظبط، منتخب كان فعلا منتخب كويس جدا في ماتش الارجنتين بالظبط. فاكر يعني انت كان هو كان ميسي لسه طالع وكان قدامه شيكابالا وكان ماتش يعني عبد الله السعيد. فانت بتتكلم لا في تقلتين في الملعب، انا شايف ان شيكابالا كان عليه دور كبير قوي، عبد الله هيساعده فيه، عبد الله قائد بدون شاره زي ما بيقولوا بالظبط. وهو كل الكلام ان هو الراجل كان عايز يجي الزمالك بقى له فتره كبيره جدا من ساعه طبعا ما وقع في البدايه، وكل سنه كان بيكلم الناس في برامج الزمالك ما يأسش يعني، والحمد لله قدر يخلص مشكله ايقاف القيد ويجيبه، الوقت مش متاخر. الاستفاده اللي هياخدها من نادي الزمالك لن يتوقعها احد، يعني الناس بتقول لعيب كبير في السن، لا لعيب مش لعيب في الكوره الحاليه. احنا نبص على الارقام يا استاذ محمد بالظبط، بص على الارقام واحنا ومش ارقامه اللي فاتت، ارقامه السنه دي، ما السنه دي من قصدي انا بقول لك بص على ارقامه اخر 3 4 شهور بس صحيح. لعيب انا بقول ان مفيش لعيب زي عبد الله السعيد في مصر دلوقتي بالظبط، يعني بنتكلم دلوقتي من يوم مثلا لما اعتزل ابو تريكه قال له ان عبد الله السعيد خليفه ابو تريكه في الاهلي وكده، الراجل لحد النهارده من اليوم ده لحد النهارده مفيش لعيب قدر يعوض مكانه، بدليل ان فيتوريا نفسه استدعاه من ضمن القائمه البدائيه على فكره المنتخب، وكان هيستعده في قرار عجيب ان هو يستبعده، والصح انه كان ياخده وكان هيبقى ليه دور مهم جدا في الماتشات اللي احنا وقعنا فيها. لا ما انت شفت كمان الماتشات مفيش همزه الوصل اللي ما بين نص الملعب ومفيش حد يوصل. صحيح. محمد صلاح يعني طبعا محمد صلاح طبعا اسطوره ونجم كبير، لكن كان السبب من نزول تألق محمد صلاح واللي بيوصل محمد صلاح زي ما بيقول كده عبد الله السعيد. انت تتفرج على تصفيات كاس العالم بتاعت مصر في 2018 بالظبط، مصر في التصفيات دي جابت 8 تجوان، 6 منهم جميع الاهداف شارك فيها محمد صلاح تمام، 6 منهم صنعها له عبد الله السعيد بالظبط، انت فاهم. فهم كان بينهم انسجام كبير فعلا، وده وعبد الله يقدر ينسجم على فكره مع اي لعيب، يعني احنا فاكر ماتش بيراميدز في نص نهائي الكاس اللي الناس بتتكلم عبد الله كبير في السن، يعني نص نهائي الكاس اللي فات لسه ما فيش من شهرين ثلاثة عبد الله السعيد تعب الزمالك، تعب الزمالك وكان مؤثر، وحتى في ضربة الجزاء بيخش يشوط اول واحد وهادي، فهو لعيب كبير وليه تقله اينما وجد يعني، وهيساعد شيكابالا فعلا زي ما انت قلت في ان هم ينقذوا الموسم ده للزمالك ويخلوا الموسم ده ان شاء الله باذن الله موسم ناجح بالظبط. طب لو عايز اكلمك بقى على مركز قلب الدفاع في نادي الزمالك، طبعا احنا كلنا اكيد يعني جماهير نادي الزمالك حاله الحزن اكيد بالظبط بسبب اصابه محمود حمدي الونش، ده يخلي حمزه المسلوسي خلاص يضمن مكانه في مركز المساك او السرد باك في دفاع نادي الزمالك؟ والله يعني الراجل ما كان بيأدي فيها في بدايه الموسم، هو ده مش مكانه بس هو ادى فيه بشكل احسن من الباك رايت، تحسه مولود في المكان احسن من الباك رايت يعني وهو لعيب يعني حمزه فيه ميزه حلوه قوي، هو لو بيأدي بسبعة من عشرة كل الماتشات هتاخد منه 7 من 10، عمره في حياته ما هيبقى 4 بالظبط، هو لعيب مستوى ثابت، ممكن في مرة تلاقيه عالي للثمانية والتسعة لكن عمره ما هينزل عن 7 من 10، لعيب دايما راجل في الملعب بيأدي اللي مطلوب منه، حتى لو كان ممكن يغلط في حاجة أو لكن بيعوض ده، يعني أنا فاكر في ماتش بيراميدز لسه كنا بنتكلم عليه ده كرة الشهيرة بتاعت مايليا 2-0 قبلها بماتش برضه عامل نفس اللعبة، فهو لعيب مقاتل هيدي تقل في الدفاع، واتمنى ان شاء الله يكون في انسجام بينه وبين محمود علاء وياسر حمد كمان نشوفه يخش في حسام عبد المجيد رجع بالظبط ان شاء الله الحمد لله على سلامته طبعا، يعني مبسوطين لعيب كبير واتظلم كتير السنه اللي فاتت حسام، يعني اثر شويه من نفسه بس في نفس الوقت برضو ان الناس جت عليه قوي، ان الفرقه كلها كان حالها عادي، وارد اي لعيب يجي له فتره، ده لسه لعيب صغير اللعيب ده للمستقبل، حسام ده ان شاء الله باذن الله متوقع له ان هو يبقى احسن مدافع ان شاء الله في مصر يعني، فنصبر عليه وياخد خبرات ويكمل عادي، الفرق بتبني كده، الفرق بتبني كده. بشير التابعي ما كانش اكبر لعيبه كانت بدايه، انت مثلا بدايه الونش فاكر الونش ما كان بيتعرض لانتقادات ومش عارف دلوقتي الونش اكتسب، الناس زعلانه انه مش موجود لا مش زعلانه، ده الونش دلوقتي بقى من اهم أهم هو انا بشوف ان هو احسن يعني كخبرات يعني هو واداء فردي بالزبط. هو احسن مدافع في افريقيا فعلا يعني داخل افريقيا، عشان بس نبقى ادق يعني محمد عبد المنعم مدافع كويس وكل حاجه، كنت اتمنى ان الاثنين يلعبوا جنب بعض في البطوله اللي فاتت كان هيفرق طبعا طبعا. انت بتشوف الونش ده، الونش لسه راجع
وما شاء الله كان احرز هدف. يعني هو الراجل سواء على المستوى الهجومي او المستوى الدفاعي والونش بيطلع بالكوره صح. في فتره فيتوريا الونش تتفرج على كل الماتشات اي هجمه مرتده كنت بتلاقي الونش في منطقه ال 18 مع اللعيبه اللي بتهاجم بالزبط. ده كان تكليف من فيتوريا وكان واضح في كل الماتشات ليه. هو اكتر لعيب عنده زي ما بيقولوا كده بيطلع بسرعه جدا من تحت لفوق وبيتدرج مع لعيبه بالهجمه الونش المدافع الوحيد للزمالك اللي كان بيلعب على الناحيه الشمال صحيح لانه وبيتحمل المسؤوليه وراجل فاهم الف سلام عليه طبعا اتمنى له. خلينا نروح معاك لمركز الظهير الايسر في نادي الزمالك بعد اصابه احمد فتوح انت عارف ورحيل بقى عبد الله جمعه وحاتم سكر. شايف مستر جوميز ممكن مين اللي يوظفه في المركز ده في ظل اصابه فتوح حتى المباراه اللي جايه امام نادي الاسماعيلي؟ هو طبعا اكيد عبد الشافي اللي هيبقى موجود يعني الفتره اللي جايه. يعني بصراحه ممكن انا مش مقتنع بجد بفكره ابراهيم انضاي دي اللي كانت. لا هو ابراهيم انضاي لعيب عايز ياخد كوره قدامه بتاع واجباته الدفاعيه مش قويه قوي والتغطيه الدفاعيه كمان مش زي هي اصل دي واجبات بتتحفظ للعيب من وهو صغير بالزبط. ازاي يقف ازاي يتحرك عشان يبقى اوفسايد ازاي يعمل الارتداد ما يبقاش بيرجع بظهره عشان ما يتكشف بيبقى عنده خبره في المكان ده انا عارف واقف ازاي مركز الباك تحديدا اي طرف او بيبقى ليه خصائص كده معينه دفاعيه وهجوميه وادوار مركبه وبيزيد وبيخش في نص الملعب فده عايز لعيب. هو بصراحه يعني الايدول بتاع الباك ليفت في مصر هو احمد فتوح. هو لعيب كويس فاهم واجبات مركزه. نتمنى ان شاء الله انه يرجع بسرعه لانه هيفرق جدا مع المجموعه ديت خصوصا في النواحي الهجوميه بالظبط. يعني حط فتوح كده واديله مصطفى شلبي وزيزو وعبد الله السعيد وشيكابالا شوف لا هتشوف كوره بتتلعب وهتشوف اداء مختلف كبير بالظبط بالظبط. طب شايف لو يعني خلاص يعني اللي هو لو الموضوع بقى صعب ممكن مهاب ياسر بانه بيلعب بقدم اليسرى؟ هو على فكره هو لعبها اصلا مع الداخليه قبل كده وعنده يعني بس مش هقدر احكم على لعيب طبعا نتكلم عنه لما نشوفه. وهي دي بصراحه بترجع للمدير الفني اللي هو في التدريبات اللي شايف هو اللي بالظبط في التدريبات بيقدر يعني يستقر اكتر على اللعيب. احنا شفنا على فكره عمر جابر قبل كده لعب باك ليفت مش مع الزمالك بس مع المنتخب وعلى فكره ادى وكان كويس. وعمر على فكره السنه دي والله هو مظلوم جدا عمر لا بس الفتره الاخيره بصراحه رجع مستويات يعني هو متداري فعلا مش واخد حقه الفتره دي. لا يا جماعه عمر بيبذل مجهود كبير جدا وعمر في الماتشات مهم قوي فممكن برضه يبقى اختيار. عايز اقول لك على حاجه برضه انت في لعيبه احنا شفناها في الدوري المصري بدات في اماكن وبعد كده بقت موجوده في اماكن وتالقت في اماكن. عبد الله جمعه كان احنا جايبينه هاب المصري هاب ليفت. عمر كمال كان بيلعب هاب رايت بقى باك رايت وتالق في الباك رايتنج من اكتر فممكن مهاب ياسر يبقى من اللعيبه دي اكيد. هي بترجع طبعا للمدرب المدرب قدر ان هو يستغل بيشوف في يعني احنا كان عندنا مدرب عبقري يعني كريستيان جروس هو اللي انت بتتكلم عليه في تجربه عبد الله جمعه صحيح. الراجل يعني فعلا كان بيقدر يحفظ اللعيبه المراكز انت كنت تشوف تدريبات جروس لا المدرب كان كبير جروس المدرب كان كبير العراف ده طبعا بالظبط قدر فعلا. فانا زي ما بقول لك هي ترجع للمدرب وجوميز من المدربين اللي بيعرفوا فعلا زي ما بيقولوا كده ينفضوا التراب من على اي حته ذهب معاه فاتوقع ان شاء الله ان هو لا ومش هيبقى فيه نواقص باذن الله بالظبط والدنيا إن شاء الله بإذن والدنيا في الزمالك هتمشي وفي استقرار كبير. طب قول لي اخيرا مين تتوقع ان هو يشارك في مباراه الاسماعيلي الجايه من الصفقات الجديده؟ اعتقد زياد يعني زياد رجله في الملعب قوي زياد كمان رجله في الملعب طبعا عبد الله السعيد ممكن انا مش يعني مهاب برضه اعتقد ان هو يبقى موجود لان احنا برضه الحته بتاعت الجناح الشمال دي مصطفى شلبي ممكن يساعد معاه مهاب ممكن كمان نشوف ناصر شوف يعني انت دلوقتي محتار يعني محتار تعمل ممكن بعد ما كان انت بقول لك التشكيل بتقول لي 1 2 3 مفيش 4 لا ناصر كمان ناصر صار برضه زي ما بنقول لعيب رجله في الملعب والله ممكن سيف برضه سيف جعفر سيف برضه لعيب كويس وعارف الاجواء في الزمالك ومش هيبقى غريب عليه فانا شايف لا الصفقات هتاخد فرص مش هو اجباري وبعدين هو ميركاتو يناير كده اللعيب اللي بيجي في يناير بيبقى معروف ان انت ممكن تيجي النهارده تلعب بكره بالظبط بالظبط فاللعيبه لا وانت كان عندك فرصه يعني اللعيبه دلوقتي اسبوعين مع الفريق لا وفي منافسه خلاص ما بينك وبين كل لعيبه كل واحد عايز يلعب صحيح. مش عايز يطلع من الملعب بالظبط صحيح فانت بالزبط. هتشوف الفتره اللي جايه لا انا اعتقد كل الصفقات هتلعب ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد يعني بنتمنى كل التالق وكل الصفقات اللي انتدبها نادي الزمالك ان شاء الله يبقى ليها بصمه واضحه مع الفريق خلال المباريات اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد سعيد نورتني وشرفتني وبتمنى حضرتك كل التوفيق. حبيبي يا خالد انا اتشرفت ان كنت موجود معاك وشرفت ان كنت قدام جماهير نادي الزمالك دايما بشكرك يا فندم بشكرك يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض بشكر حضراتكم على حسن المتابعه وبشكر اكيد كل فريق العمل واشوفكم في حلقه جديده من نهارك ابيض.